للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. كريم أهلا بك، ويعني في البداية أريد أن أسألك عن ما الذي يعني يتردد في الأوساط الأمريكية وتحديدا في الأوساط الاقتصادية فيما يخص اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدا، وتوقعات المراقبون أو المراقبين والمحللين أيضا فيما يخص سعر الفائدة. نعم ريهام، بالتأكيد الفترة الماضية كان هناك أخبار عدة وتسريبات عدة عن النسبة التي سيقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول بالإعلان عنها غدا، وكانت تقدر ب 50 نقطة أساس، أي نحو نصف نقطة مئوية. لكن المثير في الأمر أن التسريبات التي خرجت على مدار اليوم مع أولى جلسات الخاصة بتحديد السياسات النقدية للمجلس و التسريبات التي على مدار اليوم تخرج على الصحف الأمريكية وعن خبراء الاقتصاد توضح بأن الزيادة ستكون 75 نقطة أساس، أي نحو 3/4 النقطة المئوية. هذا الأمر بالتأكيد السبب الرئيسي به أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحاول بشتى الطرق بالتأكيد كبح نسبة التضخم التي أعلن عنها منذ نحو أكثر من 4 أيام، وظهرت أنها وصلت إلى 8.6%، نسبة كبيرة للغاية لم تتحقق منذ نحو 40 عاما، خاصة وأن يعني مجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول كان يصرح دائما في المؤتمرات الصحفية أنه يتم قياس نسب التضخم قبيل يعني الاجتماعات الشهرية الخاصة بالسياسات النقدية للمجلس لتحديد نسبة الزيادة الخاصة بأسعار الفائدة. وبالتالي يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجد بأن نسب التضخم في زيادة مستمرة، وبأن يجب يعني كبح يعني أسعار كبح أو يعني كبح نسبة التضخم بزيادة أكبر من المعدلات التي كانت مقرر لها بالنسبة لأسعار الفائدة. كان مقرر رفعها بنحو نصف نقطة مئوية، الآن مقرر رفعها بنحو يعني 75 أو تحديدا 3/4 النقطة المئوية. وبالتالي يعني هذا تغير في الأمور أو في المنحى الاقتصادي الخاص بمجلس الاحتياطي الفيدرالي. عدد من الاقتصاديين في الولايات المتحدة صرحوا بأن التخوف من أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفعها بنفس المقدار الشهر القادم في يوليو، رفعها بنسبة 75 نقطة أساس، خاصة أن من المفترض أنه بعد شهر يوليو يبدأ أو تبدأ صرحت جيروم باول، وكما صرحت قبل ذلك يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، وبالتالي من المفترض أن تكون أعلى نسبة يتم رفعها هي النسبة التي سيتم إعلانها غدا والتي ستقرر بنحو 75 نقطة أساس. هذا الأمر لم يحدث منذ عام 1994 أن يزيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نسبة يعني الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أي نحو 3/4% حتى الآن. نعم. طيب، يعني كل هذه الإجراءات تتخذ لمعالجة التضخم يعني الموجود في الولايات المتحدة، ولكن كان هناك حديث لافت الحقيقة للرئيس الأمريكي بايدن عندما كان يتحدث أمام مؤتمر لاتحادات العمال في بنسلفانيا. قال إن خطته للاقتصاد الأمريكي هو تحقيق تقدم استثنائي وجعل أمريكا في وضع يمكنها من معالجة مشكلة هي الأسوأ في جميع أنحاء العالم فيما عدا هنا، هي التضخم. يعني ماذا يقصد بفيما عدا هنا؟ يعني هل يقصد أنه لا يوجد تضخم في أمريكا؟ أعتقد شادي بأن بايدن كان يقصد بهذا الحديث الذي أجراه اليوم في كلمته على مدار 30 دقيقة تقريبا، ألقى تلك الكلمة أمام عمال اتحاد النقابات أو أعضاء اتحاد النقابات العمالية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. كان يقصد بالتأكيد بأن نسب التضخم العالية التي حدثت على المستوى العالمي ربما تكون الولايات المتحدة تأثرها بها من وجهة نظري ليست مثل باقي دول العالم. ودائما ما يشير بايدن بأن الولايات المتحدة ما زالت حتى الآن تحظى باقتصاد قوي، وبأن وضع العملة الأمريكية الدولار على المستوى العالمي جيد للغاية، وبأنه يتوقع دائما بأنه مع نهاية هذا العام
سيتم كبح نسب التضخم وربما الوصول للهدف الذي اعلن من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي للوصول لنسبه تضخم تقدر ب 2% فقط. لكن تتخيل بان مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي يريد ان تهبط نسبه ارتفاع الاسعار او نسبه التضخم من 8.6% الى نحو 2% مع نهايه هذا العام. كل التخوف من حدوث ركود اقتصادي. بعدين اليوم بايدن ذكر اليوم بان يعني اهتمام الاداره الامريكيه حاليا منصب على الطبقه المتوسطه في الولايات المتحده الامريكيه وعلى طبقه العمال، هم الاهم بالنسبه للاداره الامريكيه الحاليه. ويعني كان ممازحا لمن حضروا هذا المؤتمر، ذكر بان لك ان تتخيل ان يعني من يعملون في وول ستريت في البورصات الامريكيه يحظون باجازه لمده بضعه ايام، هذا الامر لا تاثير له مثلما ما قد يحدث اذ ما اخذ عمال امريكا اجازه لبضعه ايام او الى وقت معين، وبالتالي كان يشير الى اهميه العمال في امريكا وبانه يحاول دائما تعزيز دور المصانع الامريكيه وجلب بعض الصناعات التي يعني يتم تصنيعها في خارج الولايات المتحدة يتم بيعها في الأسواق الأمريكية إلى الداخل. يقصد بذلك بالتأكيد شادي الصين، لأن الصين تعتبر هي المصنع الرئيسي لمعظم المنتجات التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن كانت الشركات التي تمتلك تلك المنتجات أو مصنع لها شركات أمريكية، لكنها تفضل الذهاب للصين ليعني وفرة العمالة وقلة التكاليف أو انخفاض التكاليف. بايدن لديه بالتأكيد بعض الخطط المتعلقة في الصين بالنسبة للوضع الاقتصادي، ويعني مستشار الأمن القومي ليس فقط الوضع الاقتصادي لكن أيضا الوضع السياسي، مستشار الأمن القومي جاك سوليفان قضي بلقاء مع نظيره الصيني، نوقش من خلاله بالتأكيد تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وأيضا التطورات في المحيط الهادي والمحيط الهندي. أكيد نعلم جميعا بأن الأزمة قد تحدث، الأزمة بين الصين وتايوان تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الأمريكية الصينية. شكرا جزيلا لك كريم يسري، كنت معنا مراسل إكسترا نيوز من واشنطن.